النهارده هنعمل طاجن وكريب محشي. الاول هنعمل طاجن فراخ بالجزر والزيتون الاحمر. هقول المقادير بس بتاعته الاول. هحتاج فرخه متقطعه، جزر متقطع بالطول، بصله مبشوره، بقدونس، جنزبيل، كركم، ملح، فلفل اسود، زيتون احمر، وليمون مخلل للزينه في الاخر. الطاجن ده هيحتاج له زيت زيتون وزيت ذره. احط زيت الزيتون، سوري سمي الاول، بسم الله، احط عليه زيت الذره. مش معليه على الطاجن قوي في الاول. انا معروف الطواجن كلها بتبقى عايزه السوا بتاعها، او الطواجن كلها لما نيجي نعملها نخليها على نار هاديه. ده عايزه اتبل الفراخ. ملح، فلفل اسود، جنزبيل، كركم، شوية زيت زيتون، نعمل كده. نقلبها كلها في بعض. يلا بسم الله، هنرص الفراخ، تبلناها خلاص. احلى حاجه في الطواجن انها بتبقى سهله جدا. انت بتعملي انك بتحطي، يعني بتتبلي الحاجه وتحطيها كلها على بعض وتوطي النار وتسيبيها، يعني ما فيهاش خطوات كتير قوي. بس انا هحتاج اعمله دلوقتي ان انا نفس التتبيله كميه اقل عشان احطها على الجزر من فوق. عايزه اسكركم. انا هغطيها، سيبها شويه بس لحد ما تاخد اول غلوه، وبعد كده ازود الميه. انا عايزه بس اغسل ايدي، اشيل حاجات مش لا ده عايزاه. ونبتدي بقى مع بعض الاكله الثانيه. الاكله الثانيه قلنا كراب محشي مفرومه وجبنه. هنحتاج للكراب دقيق 250 جرام دقيق، لبن، بيضتين، 50 جرام زبده يعني دايبه شويه او على درجه حراره الغرفه، ده الكريب. الحشو بقى هنحتاج لحمه مفرومه، جبنه فلامنك مبشوره، فلفل رومي متحمر او مشوي براحتك من غير قشر ولا بزر، متقطع صغير،
الجبنه اللي هي المربعه بتاعت البرجر بتاع الساندوتشات وبقدونس. دول بقى للزينه يعني، عشان بس ما نتوهش مع بعض نعمل دي. ودي لما نيجي نقدم انا بقول لك هنحتاج فيها ايه. عايزه ابص على ده بس، انا لحد دلوقتي مش محتاجه له ميه، لان انت بتبصي مع نفسك يعني، بتبصي على الطاجن لو لقيتي ميته قليله هتزودي ميه، بس عشان في زيت ذره وزيت وزيت زيتون، والفراخ اوريدي ما شاء الله سمينه فمنزله الدهنه او الميه بتاعتها، فباين جدا انا مش محتاجه ميه. نسيبها. يلا بسم الله، حط اللبن. دي طبعا ملح فلفل اسود، الكريب المالح تحط له ملح او فلفل اسود. الزبده عايزه بس اجيب بوله احط فيها الكريب ونطلع فاصل، لما نرجع نعمل بقى الكريب. رجعنا بعد الفصل، افكركم النهارده بنعمل ايه. بنعمل طاجن فراخ بالجزر، حطينا طبعا زيت ذره وزيت زيتون، بصل متقطع صغير، سخنا شوحنا البصل شويه في الزيت، وبعد كده الفراخ تبلناها، فلفل اسود وكركم وملح وجنزبيل، طبعا حطيت عليها برده شويه زيت زيتون لحد ما تبلتها وحطيتها، وبعد كده زودت عليهم الجزر. لو حسيتي انه الجزر انه الطاجن الفراخ محتاج معاكي ميه زودي، ما حسيتيش زي ما انا هنا عندي حاسه مش محتاج، لان الفراخ طلعت الميه بتاعتها فمش محتاجه. ويتساب على النار لمده ساعه على نار هاديه. عملنا الحاجه الثانيه اللي معانا كريب، عملنا الكريب في الخلاط. نجيب بس الكبشه صغيره، حطينا الدقيق والبيض بيضتين، طاسة الكريب بيضتين والدقيق، ملح فلفل اسود وزبده. بسم الله. الحجم عايزاه كبيره شويه. طيب الحشوه بقى، حط شوية زيتون، اهم حاجه هنا بقى انك طول ما انت عماله تعملي فيها في اللحمه دي او في الحشوه دي تفضلي تقلبي فيها كتير، علشان البطاطس، عشان البطاطس سوري، عشان اللحمه المفرومه تبقى مفروله، مش عايزاها حته واحده تبقى حتت.
كده خلاص الحشوة خلصت، شيلها بعيدة شوية. نبص على الطاجن، كده الفراخ شكلها خلاص. نزود الزيتون، الليمون نخلي احنا ما بنحطوش في الاول عشان بس ما يمررش الاكل قوي، فبنحطه في الاخر اهو. شيل البصر، السكينة، بس سيبوا علينا. عايزين نغطي بس على الكريب. طيب انا كده كده مجهزه، وريتكم بس الاولى بتعمل ازاي. كده كده مجهزه هذا، بس عشان النار عاليه قوي. عندي جبنة اهي، قصدي الزبدة، فين الفرشة؟ ماشي نعمل كده، لازم فرش نعمل كده. هي كده كده دي مش هتلزق، بس احتياطي. خلاص كريبايه دي زي الفل. حطها بس على جنب عشان تبرد، مش هدول الاتنين سخنين. نحط واحدة نحط لحمة مفرومة، عليها جبنة مبشورة مع لحمة مفرومة طبعا وهي سخنة. طبعا دي فلامنك، زود واحدة، نحط فلفل الرومي، طاجن ده تحفة يعني، شكله كده ما بيهزرش، ريحته كمان حلوة قوي. حط الجبنة الشيدر، نزود كمان واحدة، رومي براحتك، عايزة تزودي عليه رومي زودي، مش عايزة تحطيه بس في الاخر لما تيجي بتزوقي بيعملي. انا قلت نزود الرومي بس، ندخله الفرن ربع ساعة، يمسكوا بس مع بعض. اخد طول
نجيب دي. هندهنها بالجبنة مثلثات علشان لما نيجي نلفها تمسك في نفسها أو تمسك بعض. خس ده سيبها على جنب تمسك كويس. واحدة كمان. شيل الطاجن. بسم الله. دي لسه شويه. طيب نبتدي بقى ايه، بس انا عايزه احطها الاول وبعد كده اقطعها. شيل بس الطرف. اوكي خلاص كده حطها في النص. عايزين نفك دي. ممكن انزلها بسم الله. المفروض ان انا اسيبها تبرد بس انا اوكي. برافو نادية. مش بايدي مش هينفع. الخس
صغيرة نزوقها بالكافيار اسود. بسم الله كده عشان لسه سخنة. بس كده دي بقى كانت الاكلات اللي عملناها النهارده. عملنا طاجن فراخ بالجزر والزيتون، وعملنا سلطه او مقبل كراب محشي. يا رب تجربوه في البيت وتعجبكم. بالهنا والشفا وبالصحه والراحه.